إلى ضيفي من واشنطن الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، على أجندة الزيارة نجد المنافسة بين القوى العالمية ذات الحضور والتأثير بالطبع في أفريقيا مثل الصين وروسيا، نجدها حاضرة بقوة على أجندة زيارة هاريس. ما أدوات واشنطن للمنافسة أمام استثمارات عملاقة لمنافسيها الصين وروسيا، بالأخص مع الأرقام التي ذكرها ضيفي من القاهرة؟ أمريكا وأفريقيا كان التنافس التجاري كان 160 مليارا، الآن أصبح 60 مليارا التبادل التجاري. الصين وأفريقيا أصبح 260 مليارا، الفارق كبير ما بين الجهتين. ولضيوفك الكرام، بدون شك أن هناك الآن صراع كبير قائم بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. الصين وروسيا لديهما تاريخ في هذه المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة، ولكن الدول الأفريقية إجمالا كانت تنظر نظرة أكثر إيجابية إلى روسيا وإلى الصين، وذلك بسبب أن الصين والاتحاد السوفيتي قدما الكثير من الدعم للدول الأفريقية التي حاربت ضد السيطرة الغربية وضد الاستعمار الغربي، وبالتالي فأن هذه لم يتم نسيانها من قبل عدد من الدول الأفريقية. طبعا هناك دول أفريقية لديها علاقات وثيقة، علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وهناك دول لديها علاقات أقوى مع روسيا أو مع الصين، ولكن الصين فعلا تتفوق على روسيا وعلى الولايات المتحدة بالنسبة لوضعها الاقتصادي، علاقاتها التجارية التي كما قال الدكتور مكاوي تصل إلى حوالي 254، وصلت إلى 254 مليار دولار في 2021، وبالتالي فإن هذه أرقام كبيرة جدا. الصين أثبتت وجودها، لديها قدرة على التفوق على أي منافس، مثلا في عملية بناء البنى التحتية، الجسور، الطرقات، الموانئ، المطارات وغير ذلك، وهي أيضا قادرة على تقديم الدعم المالي، القروض. هناك طبعا انتقادات لبعض الممارسات الصينية التي تستغل هذه القروض، كما يقول المسؤولون الأمريكيون ومسؤولون بعض المسؤولين في أفريقيا وفي آسيا، بأنها تستغل لمصلحة الصين لتعزيز وجودها أو للسيطرة على مناطق معينة، لكنه يجد هوى أفريقي. أفريقي بالضبط، صحيح، وهذه أيضا نقطة. ولكن كيف يمكن، سؤالك فعلا كان مهما، كيف هل يمكن للولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية أن تنافس الصين مثلا في مجال بناء الطرقات أو الموانئ أو المطارات أو غير ذلك؟ أعتقد ذلك سيكون صعبا، ولكن الولايات المتحدة لديها قدرات أخرى، لديها مجالات أخرى يمكن أن تستفيد منها، مثلا مجال الصحة. الولايات المتحدة متقدمة على معظم دول العالم، وبالتالي فإن هذا أحد مجال الطاقة النظيفة مثلا، التقنية المالية، تقنية بعض التقنيات المتطورة الولايات المتحدة تتفوق فيها على أي دولة أخرى في العالم، وبلذلك فإن هذه هي من بين المجالات، بالإضافة أيضا إلى الاهتمام الأمريكي. وهناك أعداد كبيرة من الأفارقة الموجودين في الولايات المتحدة الذين يمكن، وبدأنا نرى أن الولايات المتحدة بدأت تستغل أيضا وتستفيد من هذا الوجود لتعزيز علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية التي تأتي هذه الجماعات الأفريقية الموجودة والمكونات في الولايات المتحدة من هذه الدول، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفارقة الأمريكيين الذين تم جلبهم كرقيق إلى الولايات المتحدة، وهؤلاء الآن يلعبوا دورا مهما. رأينا مثلا أن نائبة الرئيس هي التي تم اختيارها الآن لتزور الدول الأفريقية، وبالتالي فهي لها خلفية من أصول هندية أفريقية، وبالتالي فأن هذا طبعا هو رسالة رمزية. وجدتها أيضا كانت تعمل في تنزانيا منذ الصغر. بالضبط، وهي أيضا، وهنا تم أيضا قامت وزيرة ممثلة الولايات المتحدة وهي أفريقية أمريكية أيضا بزيارات لعدة دول أفريقية.